السلام عليكم، أهلا يا عاشر، كيف حالكم؟ معكم سيام صالح، معلمة مادة الكيمياء من منصة أبواب. كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ أهلا يا نغم، كيف حالك؟ وين بقية الأشخاص؟ أهلا أهلا أهلا، تمام يا يزن. يزن وأحمد ونغم من أول حضور. أوس مش متأخر والله يا أوس، بس استناكم تجمعوا، أنا من إلا ربع داخلة، بس ما بدي أصدمك بعددنا. وين بقية الأشخاص؟ أهلا يا أيسر، كيف حالك؟ أيسر اسمك كتير حلو، أيسر حلو حبيته. وين بقية الناس يا جماعة؟ وين أصحابكم؟ وين الطلاب؟ لا تحكوا لي ملتهيين بالامتحانات، معقول؟ تدرسوا للشهر الثاني؟ لا سمح الله. عندكم امتحانات. أهلا يا آية، أوس وأيسر عندكم امتحان فيزياء بنفس المدرسة؟ برافو يا زن، برافو برافو برافو. بكرة دين عند نغم، صدفة. عاد ما بحب تكون امتحانات المواد العلمية آخر الأسبوع. يس يا أوس، بس مبلش ذكرني أشرح لك يا. وين بقية الناس؟ أين بقية الأشخاص؟ وين أصحابكم؟ Where are you؟ ما رح أفتح المايك هلأ يا أحمد ولا عائشة اللي عم بحكي، مو عارفة. المايك رح نفتحه آخر اللايف. وين بقية الناس؟ أين بقية الأشخاص؟ سافروا ممكن؟ عددنا كتير قليل، يعني بررولي لي بس إنكم ليش ما بتحضروش عشان أعرف. شو يا نغم؟ مع السلامة يا يزن، موفق بامتحانك مس، إن شاء الله ربنا بيسر لك أمورك، وطمني الأسبوع الجاي. وارجع احضر هاي الحصة حتى لو العدد قليل، راح اشرح فيها انا. طيب شو أخذنا آخر إشي عاشر؟ عن جد نغم، أنا حسيت حسد خصوصي. ناقصة، احنا اخذنا تفاعلات ناقصة. اهلا مريم، كيف حالك؟ عم باكل شوكولاتة بدي افرجيكم اياها، هيها شايفينها؟ استنوا هيها، يا الله شو زاكية، يعني الواحد بياكل منها عشرة 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 بالدقيقة وما بيشبع، عشان
ما تقول أوس المس أجي بتاكل باكل شوكولاتة. إيش اسمها؟ اسمها بينك. نعملهم دعاية. منيح انك عدلت يا اوس، على شو اخذنا المره الماضيه تفاعلات الناقصه، ما اخذنا التفاعلات الزائده. مس مراجعه ماده الكيمياء للامتحان، راجعنا الوحده الاولى اكثر من 3 مرات. اهلا اكرام، كيف حالك؟ الله يرضى عليك، وانا والله مشتاقه لكم. شو الاخبار؟ ايش اكرام، بس اعطيني سبب واحد مقنع لتاخيرك. يلا تمام الحمد لله. والله ليش الشوكولاته؟ ما فهمت اوس شو كاتب انت. تقبل الله، منقطعه من السوق. الله يسامحك، كلهم 10 حبات بالدقيقه، مالنا الكيبورد مش مصاحبك اليوم. يس بلشنا درس جديد. نعم الله يرضى عليكم. لا لا مش من المدرسة والله، أنا بشتريها زي الصغار، يعني أنا زيكم وأنا بعمركم كنت كتير أحب وأنا عم بدرس آكل شوكولاتة. لما يكون عندي امتحان كنت كتير أحب أروح أشتري شوكولاتة. هلا مثلا لما بدي أفحصح عشان أحكي معكم عادي باكل شوكولاتة، أنا بحبها. فعادي اعرف انه مس هيام بتحب الشوكولاتة. اوكي باخذ مصروف، ايش احكي لك انه انا كل مصروفي رايح على الشوكولاتة. الله يرضى عليك يا نغم، انت واكرام. برافو والله اوس، انا بفكر اعمل هاي الحركة لقدام. طيب يلا بما انه اغلبكم على امتحانات، هلا احنا حصصنا رجعت بعد رمضان، انتوا عارفين صرنا عم نشتغل على ساعة ونص مش على ساعة، ويعني للأمانة الوقت اللي باقي معانا للامتحانات النهائية وقت كتير قصير. هلا احنا يعني انتوا يمكن عارفين امتحاناتنا النهائية بشهر 6، راجعناه يا أيسر، موجود على اليوتيوب الفيديو كامل. حصة الفيزياء ساعة، يعني انتوا بدكم حصة الكيمياء كمان تكون ساعة مو ساعة ونص، شو رأيكم؟ مريم بتقول يعني نقلل الوقت، يصير بدل ما هو ساعة ونص يصير ساعة. هلا هو اكرام يعني احنا مع المدرسه، انا ماشي معاكم نفس ما انا ماشي مع المدرسه، بس الفكره انه انا بدي ننجز الماده بشكل سريع عشان اعرف اراجعكم بالماده. حصه واحده بالاسبوع حصتها، اوكي ما عندي مشكله. طيب شو رايكم نعمل استفتاء سريع؟ احنا صرنا عددنا منيح يعني تقريبا. بدي اسال انتوا بتحبوا تكون الحصه ساعه يوم الثلاثاء ولا ساعة ونص؟ اكتبوا لي ساعة أو ساعة ونص بالشات عشان أعدكم سريعا. إكرام ساعة ونص، أيسر ساعة ونص، ريماس ساعة، ساعة ونص، ساعة ونص، ساعة ونص، ساعة ونص. مين اللي بده ساعة؟ طيب إذا هيك ما في عندي إلا حدا أو حدين بدهم ساعة، which is mean إحنا حضرنا ساعة ونص، ما تسعة عشر سوري فرجة. طيب
هاي مداهمة من الوالدة يا جماعة، عشان ما يعني ما تستغربوا مع مين بحكي. لا شو أوس زودتها شو 45 دقيقة، 45 دقيقة وأنا بسلم عليك بس. الله يرضى عليك يا إكرام. لا 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 لا، هو يا ساعة يا ساعتين. طيب أوكي ماشي، نقسم الكفة بالنص. يعني إن في ناس بدهم ساعة ونص، في ناس بدهم ساعة، فأنا بحكي ساعة وربع، بين الساعة وبين الساعة ونص ساعة وربع. يعني خلينا نقول من الخمسة لستة وربع، منيح؟ أصلا هي راحت ربع ساعة وأنا بس بسلم عليكم. بالضبط، خير الأمور أوسطهم. فخلاص هيك فاين، أوس اختصر مش شو 45 دقيقة. شو كنت بدي أسألكم كمان؟ كنت أسألكم شغلة كثير مهمة. رح ناخذ عادي درسنا، رح نبلش اليوم إن شاء الله بتفاعلات النص والتفاعلات الطاردة، رح نحكي عنهم بتفصيل أكثر. ورح نحكي عن العمليات الفيزيائية أو التغيرات الفيزيائية للمواد وعلاقتها بال امتصاص الحرارة أو طرد الحرارة من التفاعل الكيميائي. ولكن ولا ask you something سريعا، شو قررتوا؟ أدبي ولا علمي ولا صناعي؟ أخذتوا ورقة التصنيف؟ ما أخذتوها؟ كتير حابة أعرف هاي التفصيلة. قولوا لي شو عاشر؟ أخذتوا ورقة التصنيف؟ حطيتوا أدبي ولا علمي؟ شو؟ علمي، اقتصاد منزلي، أوت. حلو، أخذتوها، ممتاز. اللي ما في أي مدرسة. أدبي، وين هاي مريم؟ ما بعرفها. إكرام علمي، حلو حلو حلو. أدبي، رايح أدبي ورقة التصنيف، اخترت علمي. برافو عليكي. كيف يعني أوس بيجيبوا ورقة متخصصة إلك؟ شو قصدك؟ بإربد. أها حلو حلو حلو. يعني خلينا نقول إن الأغلب بدهم علمي. طب شو ناويين أو شو حاطين ببالكم تخصصات جامعية ناويين تدرسوها؟ كتير عارفة أعرفها، حابة أعرفها. ما تقلق محمد، الوقت محسوب. طب أسنان، حلو. شو كمان عندكم اقتراحات؟ ما هي الاقتراحات للهندسة المعمارية؟ كتير حلو هذا التخصص، كتير. عشان أستاذ كيمي عشان ضارب علي؟ ضارب علي، ضارب علي بس. سمعت أوس شو بحكي؟ بقول لك بدي أدرس أستاذ كيمي عشان أضارب عليكي. علي بنتك تضارب؟ طب ضارب حدا ثاني أخف. بالعكس طبعا، أنا بمزح بالعكس. يعني إذا شفتك إن شاء الله يا رب أستاذ كيمي ناجح قد الدنيا. يعني أنا بالعكس بكون كتير مبسوطة، بيجي يوم بقول والله هذا الأستاذ الشطور أنا درسته وكان أحد طلابي، والله بتشرفنا، أهلا وسهلا. بعدين بكون لك واسطة تسألني ليه، لأنك أساسا بتكون من طلاب أبواب، فبيكون لك احتمالية إنك تكون موجود، which is very good. أوس بأي مدرسة أنت؟ بأي مدرسة أنت يا أوس؟ الله يرضى عليك يا ريماتي. تراوين تشرفون على عمان، طعولكم طبعا، زورونا الديارة. حلو شرعي، برافو. يعني عندنا مختلف التخصصات وعندنا كتير أفكار،
فكتير منيحة هاي القصص يعني. احنا نيجي انت بالكرك كمان يا رغم. بالمزرعة ان شاء الله يا رب، الله يا رب يعطينا طولة البال والصبر والقوة ونقدر نيجي على هاي الأماكن. طيب عاشر، بما أن غيرنا جو صار وقت إذا نبلش بالمادة. ليش ما بتحبيها؟ أنا بحب المفرق جدا، أنا درست فيها يعني، أنا خلصت كيمياء من جامعة آل البيت وبحبها جدا جدا جدا. بدنا نبلش اليوم بمراجعة سريعة للي حكيناه المرة الماضية على الوحدة الجديدة. الوحدة الجديدة يا صبايا ويا شباب، كونكم ناويين تروحوا على المساق العلمي فهي كتير مهمة في الوزارة وفي التوجيه. بتدخل بالوحدة الأولى من الفصل الثاني بمادة الكيمياء، بتحكي عن سرعة التفاعل، بيجي على الشغلات اللي راح أشرحها اليوم سؤال بعدة أفرع. كتير مهم تركزوا معي، كتير مهم تكونوا فاهمينه من هلأ عشان لقدام إن شاء الله تكون أموركم تمام ونكون كلياتنا بالسيف سايد. هلأ خليني أشير معاكم الكتاب عشان نبدأ. طيب احنا المرة الماضية كنا عم نحكي بشكل سريع عن انه احنا بلشنا ندرس بموضوع التغيرات في الطاقة اللي بتصير خلال التفاعل الكيميائي. حكينا يا عاشر، وهذا الحكي كتير مهم، انه انا هون عم بدرس اشي بسميه المحتوى الحراري للمواد او للتفاعل الكيميائي. كيف انا عم تدخل عندي هاي المادة بتفاعل الكيميائي وكيف عم تتغير؟ كنا عم نحكي يا عاشر إنه مش كل التفاعلات الموجودة بحياتنا بتحتاج طاقة، والعكس صحيح، مش كل التفاعلات بتنتج لي طاقة. أنا في عندي تفاعلات بتصير تعطيني طاقة، طاقة حرارية، زي لما بحط أنا الكاز بالصوبة بيعطيني حرارة بدفع عليه، بحكي عنه تفاعل طارد للحرارة، أو بصير في عندي تفاعل موصل للحرارة. يعني هذا التفاعل عشان يصير لازم أنا أعطيه حرارة عشان يصير في عندي تفاعل كيميائي يعطيني نواتج. إذا تقسم التفاعلات الكيميائية بشكل عام من حسب أو من حيث التغير في طاقة المواد المتفاعلة والناتجة إلى نوعين، إما تفاعلات موصلة للحرارة أو تفاعلات طاردة للحرارة. شو يعني تفاعلات موصلة للحرارة؟ يعني أنا عم بشتغل على إنه يكون في عندي حرارة أعطيها للمواد المتفاعلة عشان تطلع عندي نواتج، هي واحد. اثنين، اللي هي التفاعلات الطاردة للحرارة، هاي التفاعلات بتصير من دون ما أنا أتدخل فيها بشكل مباشر، باجي أنا هون بلاقي بالنواتج طلع في عندي حرارة. إذا جربتوا بالمختبر، ما بعرف إذا في حدا فيكم راح على المختبر، جرب يعمل عملية تخفيف للحمض. لو كان مثلا عندي H2SO4، هذا الحمض أو ال HCl اللي هو الهيدروليك اسيد، اذا جبتيه او جبته بدك مثلا تخففه، بدي اعمل تجربه تايتريشن، بغض النظر شو التجربه، قررت اعمل عمليه ديليوتد بنسميها او ديليوشن، انه انا بدي اخفف تركيز الحمض هذا. بروح بجيب وعاء تبع المختبر وبحط فيه مي وبنزل عليه شوي من هذا الحمض. بعد فتره بلاقي انه هذا الحمض أو هذا الوعاء اللي فيه الحمض سخن. ليش سخن؟ لأنه هذا التفاعل اللي هو تخفيف الحمض بالماء أنتج لي حرارة، فبحكي عنه هذا التفاعل تفاعل طارد للحرارة. بينما إذا أنا مثلا بدي أعمل تفاعل ولنفرض بدي أطبخ، ليش أروح التفاعلات؟ إذا أنا بدي أطبخ، مش إحنا بنحط درجة الطبيخ على الغاز وبنعطيها حرارة، بعد هيك هاي الحرارة بتطلع على الطعام وبنطبخ الطعام وبنطبخ. عملية الامتصاص هاي بحكي عنها أنا عملية موصلة للحرارة. أنا إذا ما أعطيت الطبيخ هذا حرارة ما رح يعطيني النواتج
اللي هي الفاينل ريزلت او البرودكت اللي انا بدي اياهم، اللي هي النماذج النهائيه. تمام. مره ثانيه كثير مهم نكون عارفين انه تقسم المواد او التفاعلات عفوا الكيميائيه بحيث امتصاصها او طردها الحراره الى تفاعلين، اما تفاعلات مصدر الطاقه او تفاعلات طارده للحراره. فريق ابواب لو سمحتوا، في حدا في الكومنتس بده بلوك. ما بعرف صراحة مين هاد. نشكر فريق أبواب على المساعدة. يعني ما بعرف الناس اللي بتكلف حالها تفوت عشان هيك بس ترمي شغلة. يعني الله يا ربي يهدينا ويهديكم يا عاشر. طيب نرجع لموضوعنا. هل هون السؤال ممكن يجيك عاشر؟ ممكن يجيك مثلا رسمة زي اللي رح أحكي عنهم هلأ. أساسا أنا حكيت عنهم الأسبوع الماضي بس بدي أرجع أنبه عليهم، لأنه زي ما حكيت لكم كتير 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 مهمين بالتوجيهي. ممكن يجيك سؤال مثلا أعطيني مثال على تفاعل ماس، تفاعل طارد للحرارة. ممكن يجيك كمان مثال أو خلينا نقول عدة أمثلة ويقول لك صنف التفاعلات الآتية إلى تفاعلات ماصل الحرارة أو تفاعلات طاردة للحرارة. برجع بعيد وبكرر، إذا كان هذا التفاعل بحاجة لحرارة بحكي عنه ماصل الحرارة، أما إذا كان هذا التفاعل ينتج عن حدوث يعني طاقة حرارية أو حرارة فبحكي عنه تفاعل طارد للحرارة. نيجي على التغير في المحتوى الحراري أو ما نسميه بمثال بالتفاعل. حكينا يا عاشر أنا بالمتفاعلات والنماذج بينهم سهم، هي هاي الصورة العامة لصورة حدوث تفاعل كيميائي. أنا ببلش بمواد متفاعلة تتكسر الروابط، بنعاد ترتيب المواد بين بعضها وإلى آخره لحد ما أطلع بالفاينل ريزلت أو اللي هي المواد الناتجة. تمام. هلا المواد المتفاعلة لها طاقة معينة، المواد الناتجة لها طاقة معينة، الفرق بينهم هذا اللي أنا بدي أدرسه. أوكي. مرة تانية، أنا المواد المتفاعلة لحالها لها طاقة، المواد الناتجة لحالها كمان لها طاقة، الفرق بينهم أو التغير الحاصل في الطاقة وإنت عم تمشي بالتفاعل من المواد المتفاعلة للمواد الناتجة بحكي عنه إمثال بالتفاعل أو التغير في المحتوى الحراري. طيب أنا هون بدي أكتب وبدي إياكم تكتبوا معي. رح أكتب 4 جمل خلال الشرح، أحط عليهم براكتس أو أقواس وأكتب لك عليهم مهم. ال4 جمل هدول بيلخصوا كتير أفكار بالدرس، وإذا فعلا فهمتهم فخلص أمورنا كلياتها بالسيف سايد. هلا إحنا بالبداية بدنا نشرح هذه الرسمات، بعدين برجع هون بحدد معاكم الأشياء المهمة، وأتوقع إني حددت الأشياء المهمة كلياتها المرة الماضية صح؟ هون خليني أشرح هاي الرسمة. ما تحكوا إشي على الشات عشان بدي أنزلها عشان ألحق أو أقدر أكون معاكم. أوكي. لاحظوا معاي رسمتين، هاي الرسمة هي اللي بتشيك بالسؤال اللي زي. أوكي. هون إحنا عنا الطاقة مع سير التفاعل بغض النظر ماس ولا طارد. ممكن تجيك الرسمة وبناء عليها يجيك السؤال حدد هل فعليا هذا التفاعل ماس أم طارد للحرارة. تعالوا نشوف كيف أنا بدي أعرف لو ما كان مكتوب. باجي بشوف أنا وين المواد المتفاعلة. أنا أساسا نقطة ابتدائي في التفاعل هي المواد المتفاعلة، فباجي بغير لون القلم. خليني أخده هذا مثلا. شايفين المواد المتفاعلة هون؟ أنا هاي نقطة البداية تبعتي، هاي هون عندي ستار، هاي انطلاقتي. أنا وأنا في المواد المتفاعلة كان عندي طاقة سميتها المحتوى الحراري للمتفاعلات. هاي اكتبوها معايا عندكم على كتبكم، المحتوى الحراري
غير متفاعلات. ماشي، هون عندي المواد الناتجة، باجي باخد لها المحتوى، الحراري لا النواتج. شو يعني كمية محتوى حراري؟ هي كمية الطاقة اللازمة لواحد مول من المادة، أو التي تحتويها واحد مول من المادة. طيب، هل أنا هون شغلي يا عاشر الحكي للجميع إنه أشوف أنا كيف بفوت كمواد متفاعلة على التفاعل كيف بطلع. أنا هون شغلي مع مين؟ شغلي مع الطاقة، يعني أنا ما بدي أشوف أنا كمواد كيف بفوت وكيف بطلع. إحنا متأكدين إن المواد اللي بتفوت في المواد المتفاعلة مش نفسها اللي بتطلع بالنواتج، إحنا هذا مو مختلفين عليه، بس أنا بدي أشوف هل فعليا الطاقة بتتغير الموجودة بالمتفاعلات للنواتج والعكس إذا قررت أرجع الرسم. طلع معي على الرسمة الأولى، أنا عندي مواد متفاعلة، ماشي؟ عم بمشي للمواد الناتجة، شو عم بصير بطاقتي؟ عم تزداد. إذا أنا كمواد متفاعلة عم بمتص طاقة عشان أرفع من طاقة المواد الناتجة اللي عندي، أو بتعبير آخر بحكي أنا كمواد متفاعلة بحاجة لطاقة عشان أمتصها عشان أعطيك أنت النواتج اللي بدك إياها. فبناء عليه هون لو جيت أنا أحكي إن أنا بدي أشوف التغير، التغير بالرياضيات هو دلتا، وأنا عم بشوف التغير في المحتوى الحراري يعني دلتا اتش يساوي. بالرياضيات لما بدي أحكي دلتا أو الفرق باخد النقطة الثانية ناقص الأولى، يعني بحكي النقطة الأولى الثانية عفوا ناقص النقطة الأولى، مثلا بحكي x2 ناقص x1، y2 ناقص y1 وهكذا، صح؟ باخذ انا النقطة الثانية ناقص الأولى، هون مين الثانية؟ البرودكت، فبحكي المحتوى الحراري للنواتج بي اور ناقص المحتوى الحراري للرياكتنت اللي هم المتفاعلات. طيب اطلعوا معي هون، أنا عندي متفاعلات أصغر من النواتج، صح؟ فبتطلع معاك الإشارة هون للرقم الطالع عندك إشارة موجبة، فبحكي عن متفاعل ماص للطاقة. ماشي، وطبعا هون وحدة قياسها بتكون كيلو جول لكل مول. هاي أول رسمة، اكتبوا هاي التفاصيل اللي أنا بكتبها عاشر عندكم. إيش عم تكتبوا على الشات؟ أوكي حلو، متابعين معي. نيجي على الرسم الثاني، برجع الرسم الثاني أنا وين واقفة، أو أنا وين نقطة بدايتي؟ نقطة بدايتي من عند المواد المتفاعلة من هون. هاي واحد، مواد متفاعلة أنا كان معي طاقة معينة، لما جيت التفاعل شو صار بطاقتي؟ قلت. أنا كان معي طاقة وأنا داخلة على التفاعل، لما طلعت طلعتها. إذا شو عملت في الطاقة أنا؟ طردتها. بناء عليه دلتا اتش تساوي اتش رياكتنت ناقص اتش، أو عفوا هو القانون نفسه ما بيختلف، برودكت ناقص اتش رياكتنت. بس انا لو جيت اعمل هالحركه راح اطرح رقم صغير من رقم كبير، فشو راح تطلع معي الاشاره؟ سالبه. اذا هذا التفاعل طارد للحراره. طيب بما انه طارد، طبعا الوحده كيلو جول لكل مول، ممكن اعبر عن هدول التنتين بتعبير كتير بسيط اخذتوه بالرياضيات، بدي احطه هون. اذا كانت هاي مهمه، هاي هون مهم، اذا كانت اتش لا البرودكت أكبر من اتش للرياكتنت، إذا التفاعل مص وإشارتها موجبة. هاي واحد، اثنين، خليني أغير القلم باللون الأخضر أكتبها هون، إذا كانت اتش للرياكتنت هي الأكبر من اتش للبرودكت، فأنا عم بشتغل على تفاعل طارد وإشارة دلتا اتش لإله بتكون سالبة. هذا الحكي مهم، شايفينهم؟ هاي الجملة وهاي الجملة، إذا فهمتهم خلاص أموري تمام. اكتبوهم عندكم. إيش ياسين كيف حالك؟ يس يا أوس، اكتبوهم عاشر، هذول الجمل كتير مفيدين وكتير مهمين. ياسين اسأل.
اسأل ياسين، ايش سؤالك؟ ما هو سؤالك أستاذ ياسين؟ تبعك ما رضيت أعطيك إياه؟ كيف ما أعطيتكم إياه؟ كلكم أعطيتكم إياه. ممتاز يا نغم. عاشر، أنا ما أعطيتكم أكاونتي على الإنستغرام. بسيطة أستاذ ياسين، ثواني. هيا، شكرا يا رغد. هيا هيا، بين معاكم. شفتوه؟ لا لا، على الكاميرا عندي، مو شايفين؟ طيب اوكي، ثواني ثواني ثواني، كله ليس على الاستاذ ياسين. استنوا علي، نعمل كالتالي. هذا فاصل اعلاني بين شرح الدرس يا جماعة. استعدوا عشان تعملوا له سكرين شوت عاشر سريعا، عشان ما بدي أضيع الوقت أكثر. استعدوا تعملوا له سكرين شوت. ياسين ما تنسى إنك بتحكي مع الناس، أوكي؟ هيا عاشر، هاد اكاونت الانستغرام. اخذتوه؟ امشي. اوكي طيب، بدي امشي. يلا أمشي. أوكي يلا نرجع كتابنا، نحدد كمان إشي هون كتير مهم، واللي هو إنه التغير في المحتوى الحراري، حددوا معي هون، يعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية للتفاعل، مش على الطريقة اللي بصير فيها التفاعل، ويقسم إلى تفاعلين، الأول طارد للحرارة، أما الثاني ماص للحرارة. هاي واحد، هاي اثنين. نيجي على التغير في المحتوى الحراري، ماذا يمثل؟ يمثل الفرق في المحتوى الحراري للمواد الناتجة والمحتوى الحراري للمواد المتفاعلة، ويقاس بوحدة الكيلو جول لكل مول. هذا الحكي كمان مهم. القانون هاد مهم، حفظ دلتا اتش بتساوي اتش للبرودكت
ناقص اتش ذا رياكتد، وبطلع معاي بالآخر رقم بقيسه بالكيلو جول لكل مول. أوكي ماشي يا عاشر. عاشر نمتو؟ كيف يعني يا رغد يحطلع نفس الشيء؟ حكينا الاختلاف بالإشارات، يعني في واحد منهم رح يكون الناتج سالب وفي واحد منهم رح يكون الجواب موجب. إذا كان سالب فهو طارد، أما إذا كان موجب فهو مصدر الحرارة. نعم صحيح. أمشي. طيب هلا هون بدنا نبلش نحدد تحديد على الكتاب. كل الأشياء اللي موجودة بالفقرات هاي والتفاعلات الطاردة للحرارة والتفاعلات الموصلة أساسا حكيناها، ولكن بدنا نرجع ننبه عليها ونشوف شو بدنا نحفظ. يعني حكينا التفاعلات الطاردة، أعطي مثال عليها، خلينا نحط هون سؤال. أعطي مثال على تفاعلات طاردة للحرارة. تفاعلات الاحتراق بشكل عام كلها تفاعلات طاردة للحرارة. تفاعلات التعادل اللي بتحصل بين الحمض والقاعدة كمان من الأمثلة على التفاعلات الطاردة للحرارة. تفاعلات الاحتراق اللي بتصير في المدفأة، احتراق سكر الجلوكوز في الخلايا اللي بزودها في العمليات أو في الطاقة اللازمة للعمليات المختلفة، بحكي عنها تفاعلات طاردة للطاقة. ممكن أسميها اسم ثاني، خلينا نحطه هون، تفاعلات منتجة للطاقة. وحطوا هون كمان شغلة عاشر، إنه دلتا اتش بتكون سالبة. ماشي. طيب يكون هون شايفين هاي الجملة، بحيث يكون المحتوى الحراري دلتا اتش للبرودكت أقل، هاي عليها هايلايتر قد الدنيا، من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة رياكتنت، بالتالي دلتا اتش بتكون سالبة. هاي ترجمها جنبك على كتابك هون، نحكي اتش للبرودكت أقل من اتش للرياكتنت. هاي مهمة. عم تمشوا معي بالتحديد عاشر صح؟ طيب ننزل على التفاعلات المؤثرة للحرارة. هون في عندي أمثلة على تفاعلات طاردة. إذا تفاعل المغنيسيوم مع محلول الحمض الهيدروكلوريك ترتفع درجة حرارة المحلول، يعني طارد. أو ممكن يحكي لك إنه هذا التفاعل تنطلق منه طاقة حرارية، برضه هذا بعطيني إنه طارد. أو بالمعادلة بيكون موقع الهيت في النواتج هون طارد للحرارة. ممكن يجيك سؤال بالامتحان معادلات، وبين من المعادلة اللي بتوضح لك تفاعل موس ومن المعادلة اللي بتوضح لك تفاعل طارد للحرارة، اعتمادا على شو؟ اعتمادا على موقع الهيت، هاي كلمة هيت اللي هي الحرارة في المتفاعلات أو في النواتج. إذا كانت في النواتج معناها أنا عم بحكي عن إشي عم بطلع برا، يعني طارد.
إذا كانت في المتفاعلات معناها إشي بيمتص. طب من إيش نستفيد إحنا من الحلالة المتبعثة؟ عمليات كتير مهمة، الطعام، التسخين، تشغيل المركبات وإلى آخره. نيجي على التفاعلات الموصلة للحرارة. هاي التفاعلات أعطيني مثال عليها، مثلا تفاعلات التحلل الحراري. مثال هون على تفاعل موس للحرارة. طيب نيجي على كربونات الغاز جنب CaCO3، بتطلب امتصاص كمية من الطاقة لكسر الروابط وتحلل المادة. يعني هذا التفاعل ما رح يصير إلا إذا أعطينا لهاي المادة طاقة. كمان تفاعلات البناء الضوئي الحاصلة في النباتات بتمتص طاقة عشان يصير في عندي حدوث. هاي عندكم مثالين هون 10. هاي التفاعلات اسمها تفاعلات موصلة للحرارة endothermic reaction، الطاردة exothermic reaction، الموصلة endothermic reaction. اوكي طيب هون هاي الجملة برضو بدنا نترجمها زي ما عملنا بالتفاعل اللي قبله. باجي هون بحكي H للبرودكت أكبر من H للرياكتنت، بالتالي دلتا H بتكون موجبة. مهم ماشي 10. أهلا سندس، كيف حالك؟ عادي بس بتلاقيها على اليوتيوب كاملة. إن شاء الله يا ريماس بين النص وبين الربع. بس أنا شايف الأغلب عم بفوت بهذا الوقت. في منكم ناس مسائي 10؟ شو 10؟ آه ريماس مش مشكلة، يعني ربع مقبول، بس في ناس عم تدخل هلأ. 2 وربع؟ لا بدري. ليش ما نأخر الحصة شوي؟ هلا تاسع طلبوا انها تصير من 6 لـ 7:30، فاتفقوا واحكوا لي. رغد لما بصير في حرقة بالمعدة، مصة ولا طاردة؟ لأنه يا أوس أنتوا عم تحكوا بنفس الإشي اللي هم حكوا فيه. لا كتير على 8 صعب. يعني خلونا يعني نحضر الحصة الجاية كلياتنا على الوقت، ونقرر الأسبوع الجاي متى رح نخلي الحصة، أو على 7. 7 كتير كمان. يس يا محمد أو محمود عفوا، كاسة الثلج لما بدها تدوب بدها تمتص حرارة، هذا اللي رح نحكي عنه كمان شوي. ما بنكون روحنا من المدارس يا ياسين. يس في مراجعات إن شاء الله.
طبعا حرقة المعدة بيكون تفاعل مطارد للحرارة، عشان هيك بتحس معدتك فيها حرارة، في حرقة. بتحضروش الدعايات اللي بيكونوا حاطين على المريء نار؟ رح نراجع النادي نغم بس نختمها. ماشي يا إكرام، بسيطة، صحتين وعافية. شو بتتغدي بس؟ شو طبخين عاشر؟ آه، صحتين وعافية. ملوخية موسمها. It's time. صحتين. صحتين صحتين صحتين. صحتين وعافية. احنا عاملين اشي اسمه بامية، بموت عليها. طيب نيجي على تفاعل كمان طارد للحرارة، او عفوا ماص للحرارة، عند اضافة كربونات الصوديوم الهيدروجينية NaHCO3 للHCl تنخفض درجة حرارة المحلول. يعني هذا التفاعل امتص حرارة وتسبب في خفض درجة حرارة المحلول، تمام؟ وطلعوا أصلا في المعادلة وين الحرارة. هون باجي بحكي تفاعل ماس طيب نيجي على المعادلتين اللي بتحقق. عم بحكي لي أي تفاعلات ماس وأيها طارد. ألف سي أس أو سي زائد أو 2 بيعطيني سي أو 2 زائد هيت. الحرارة وين بالنواتج بهذا التفاعل، ماس ولا طارد؟ طارد، أحسنت يعني ماس. طيب وبالتالي ماس. طيب ما إشارة دلتا اتش بالطارد؟ هاي حفظ، دائما دلتا اتش بتكون سالبة في الطارد، بالماس شكرا يا آية اتش بتكون موجبة. طب لو حكيت فسر او علل ليش اشارة دلتا اتش هون سالبة، بحكي لانه دلتا اتش اساسا، او خليني اكتبها لتحت شوي عشان افسر اكثر. دلتا اتش بتساوي اتش برودكت ناقص اتش رياكتنت، هذا قانون العام. في الطارد بتكون اتش رياكتنت اكبر من اتش برودكت، عشان هيك بصير هون صغير ناقص كبير بيطلع سالب. اما هون بحكي اتش للبرودكت اكبر من اتش للرياكتنت. انتبهوا هذول ممكن يجوكم ضع دائره ويخربطوكم، يعني ممكن تكون اشاره اكبر معكوسه، ممكن اشاره اصغر معكوسه، ممكن البرودكت الرياكتنت معكوسين. انتبهوا، ماشي؟ يعني بيجيك سؤال بالوزاره بالتوجيهي الرسمه، هل يعتبر التفاعل ماس أم طارد للحرارة؟ موضحا إجابتك. كم؟ وين رحتوا؟
طيب عاشر، بدنا نحكي عن العمليات الفيزيائية الموجودة بحياتنا، وشو دخل تغير الطاقة أو تغير المحتوى الحراري فيهم. رح نبلش فيهم بشكل عام ونبلش فيهم بشكل مفصل بالحصة الجاي، لأنهم بدهم صور، بدهم شرح كتير منيح. عندي امتحان كيمياء يوم الخميس، حصة المراجعة موجودة على اليوتيوب. تمام؟ طيب طلع معي بشكل عام على الشكل الموجود معانا اللي هو شكل 5. تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لما بعرضها لدرجة حرارة، فبتتحول عندي من حالة لحالة أخرى. هذا بسميه تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي؟ شو رأيكم؟ الصوت عم بيقطع، ما عم تسمعوني؟ ألو، تغير فيزيائي، أحسنت يا عوس. طيب، طيب شو تتوقع عملية الانصهار؟ هل هي عملية مواصلة للحرارة أم طاردة للحرارة وليش؟ شو رأيكم؟ شو رأيكم عاشر؟ هل تعد عملية الانصهار عملية طاردة للحرارة أم باعثة؟ باعثة أو طاردة نفس الشيء؟ طاردة أو مواصلة للحرارة؟ مواصلة ليش يا أوس؟ لأنها بتزيد من حرارة المادة، هاي واحد. اثنين، الحالة الصلبة بدها حرارة عشان تعطيك الحالة السائلة، فبدها تمتص. برافو. طيب إذا أنا بدي أعمل العكس، بدي أرجع الحالة السائلة لحالة صلبة، بدي أعملها عملية تجمد، شو بعمل؟ بخليها تطرد الحرارة. برافو عليكم، تطرد كل الحرارة الزيادة اللي عندها، وبناء عليها بتتجمع الجزيئات تحت المية على بعض وتعطينا الحالة الصلبة للمادة. طيب نرجع على الحالة السائلة، إذا صارت الحالة السائلة حالة غازية، معناها هون أنا عم بصير عندي عملية تبخر. عملية التبخر عملية طاردة للحرارة ولا مواصلة للحرارة وليش؟ مواصلة الحرارة، لأنها بحاجة للحرارة عشان تعطيني النواتج اللي هي الحالة الغازية. طيب لو بدي أعمل العكس، بدي أرجع من الغازي للسائل طارد. طيب من الغازي للسائل حكينا هي عملية التكاثف، وهي عملية تحول المادة من حالتها الغازية إلى حالتها السائلة. طيب لو قررت أعمل عملية تسامي، عملية التسامي هو تحول المادة، خليني أكتب لكم تعريفها هون. الحمد لله، هون من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة الغازية عفوا، دون المرور بالحالة السائلة. طلعوا ما مرقت بإشي، أنا من الصلب للغازي مباشرة، هاي هي التسامي. تمام؟ هل هاي العملية هي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة؟ طيب هاي العملية مواصلة الحرارة ولا طاردة الحرارة؟ شو رأيكم؟ مواصلة. برافو عليك، لأنه بحاجة لحرارة عشان تتحول من شكل إلى آخر. هاي التغيرات كلياتها بسميها تحولات فيزيائية للمادة. أنا بس يا عاشر اللي بتغير عندي هون أو اللي بيختلف معاي هون هو الحالة الفيزيائية للمادة، ما بتختلف معاي خصائصها الكيميائية، ما بيختلف معاي تركيبها الكيميائي، ما بيختلف معاي العناصر الكيميائية المكونة لإلها، وإنما الحالة هاي بتكون في السائل، في الصلب، في الغازي. طب لو سألت سؤال مش بعاشر، هذا السؤال أتوقع يا بثالث يا بسابع، مين هي الحالة الفيزيائية للمادة اللي بتكون فيها الجزيئات أكثر ترابط؟ شو رأيكم؟ صلبة. والله أوس جدا مركز معاي اليوم. بعدها مين بيجي؟ بعدها بيجي الحالة السائلة، بعدين بيجي الحالة الغازية. إذا أيضا التغيرات
الواجبات الفيزيائية للمادة بتكون عبارة عن تفاعلات طاردة أو خاصة بالحرارة. هاي التفاعلات يا عاشر أو هاي التغيرات بتكون عبارة عن تفاعلات إما بحاجة لحرارة أو تفاعلات أساسا بتعطيك حرارة، عشان تكون بالصورة إحنا نقدر نستخدمها بحياتنا بشكل كتير كبير. يعني هاي الأشياء اللي أنا عم بحكي لكم إياها ما بتيجي من المريخ، كلياتها أشياء مبينة معانا وواضحة فيها، يعني واضحة الأمور. يعني لو جينا نحل السؤال الموجود جنب الفكرة اللي عندكم أو جنب الرسمة اللي هي تحولات الحالة الفيزيائية للمادة، وحدد أي هاي التحولات يسبب انبعاث للطاقة الحرارية وأيها يسبب امتصاص لها. انبعاث يعني تفاعل طارد، يعني هذا التفاعل بنتج عنه حرارة أو بطرد حرارته. يعني خلينا نيجي مثلا على يا سندس من الحالة الصلبة للحالة السائلة، أنا هون بدي أمتص حرارة، بدي أعطي هاي المادة حرارة عشان تدوب، صح؟ مش إحنا هيك بنعمل؟ مش إحنا هيك بنعمل عشان بحياتنا الطبيعية. بس إذا قررت تعمل العكس، إنك تخلي السائل يرجع على الصلب يتجمد، بدنا نحطه عشان يفقد حرارته، يطردها من عنده، يعني هذا تفاعل طارد للحرارة. فكروا فيها دائما يا عاشر على مثال المي، الحالات الفيزيائية الثلاث للمادة، التفاعلات الطاردة والماصة، اسقطوها على المي. شوفوا احنا المي اذا بنحولها من حالة لحالة شو بنعمل؟ هل هي بحاجة لحرارة ولا بتعطيك حرارة؟ في فرق، ماشي؟ يس يس يس، نعم 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 أجل أجل أجل، واضح الأمور؟ ضايل للحصة قد ما بدك يا محمد. زيرو دقيقة، شكلكم طفيتوا. يعني بدي شوي كمان، تحملوني. ما بنمون عليكم شوي؟ مالكم؟ بدنا بس نحكي عن الحالات الفيزيائية، هاي الفقرة نحدد لكم إياها سريعا، وممكن أمشي على كمان إشي عشان ما يكون ضاين علينا إشي كتير رايح علينا، الله يرضى عليكم. إذا الحالات الفيزيائية للمادة هم ثلاث: صلب، سائل، غازي. لكل واحد فيهم في خصائص معينة بتعتمد على المادة والروابط بين جسيماتها. حكينا المواد الصلبة بتكون قوة الترابط بينها كتير عالية، المواد السائلة أخف، المواد الغازية قوة التجاذب أصلاً بينها يا دوب تكون مبينة، تمام؟ بتتحول المادة من حالة فيزيائية لحالة أخرى، زي لما بتتحول الغازات إلى سوائل بالضغط والتبريد. المادة الصلبة بتتحول لسائلة بالتسخين. هون أنا عم بستدل على إنه ممكن يكون التفاعل عندي ماص أو طارد للحرارة، حسب شو التحول اللي أنا عم بدرس، تمام؟ هلا شو الخطة للأسبوع الجاي؟ الأسبوع الجاي بدنا نخلص هذا الدرس مع أسئلته، فبفضل إن نكون دارسين الدرس عشان إذا في عندنا أسئلة فيه نحضر أسئلته، عشان ما رح نحل الأسئلة كلياتها، رح نحل الأسئلة اللي أنتم مو فاهمينها أو اللي بدها شرح، أو خلينا نقول اللي فيها كتير أفكار، ماشي؟ طيب، أو كأنه أو آية أو
سأل لي عن سؤال أتحقق صفحة 31، صح؟ ما رح أحله لأني أنا متأكدة إني حليته، بس رح أرجع أشرح فكرته سريعا. هذا السؤال عم بيحكي لي، الله يعافيك يا نغم، هذا السؤال عم بيحكي لي مصيغة جزيئية المركب كتلته 58 جرام لكل مول، وصيغته الأولية يا أوس C2H5، علما بأن الكتلة الذرية بوحدة الـ AMU H تساوي 1 و C بتساوي 12. هلأ بما أنه هو أعطاني الصيغة الجزيئية لمركب كتلته المولية هالقد، وأعطاني صيغته الأولية هالقد، باجي أنا ياسين بتقدر تغادر مس بما أنك زهقت. بقدر أنا هون أشتغل مباشرة على إني أحسب الكتلة المولية للصيغة الأولية، هي 1 2، باجي بطبق القانون. القانون شو عم بيحكي لي؟ عم بيحكي لي العدد الفعلي للذرات اللي أنت عم بتدور عليها بيساوي عدد ذرات العنصر في الصيغة الأولية مضروب في الكتلة المولية للمركب على الكتلة المولية للصيغة الأولية. حاول إنك ترتب خطواتك. الخطوة الأولى هون 1، اكتبها عندك، نحسب الكتلة المولية للصيغة الأولية. 2، أطبق القانون. هون هي القانون يا أوس، ماشي؟ هذا مهم، القانون حفظ، بصل مش حفظ بس. مش انت اللي سألت ولا مين اللي سأل عن هذا السؤال؟ C4H10. يس 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 يا مريم، أحسنتي. أهلا هيام، كيف حالك؟ طبعا تمام الحمد لله. دخلتي متأخر صح؟ يا محمد يس مس، الناس اللي عليها امتحانات بدها تروح تدرس بتقدروا تغادروا. تمام الحمد لله. بسيطة 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 هي، اللايف بينزل على اليوتيوب، انتوا عارفين تقدروا ترجعوا تحضروه مرة تانية وتشوفوه من الأول، توقفوه بالأوقات المناسبة وإلى آخره، عشان تكون أمورنا تمام وتمشوا في المادة بالدراسة. عندكم امتحان فيزياء بكرة، بسيطة. مع السلامة يا أوس، طريقك خضرة. كلكم عندكم امتحان فيزياء بكرة؟ دين ما تبخلش امتحانات، طيب شهر تاني. كيف استعداداتك يا آية لامتحان الكيمياء؟ في إشي مش فاهمتي آية؟ الله يرضى عليك يا سندس، الحمد لله. أي سؤال؟ تبع الكتلة المولية للصيغة الأولية، كيف أحسب الصيغة الجزيئية؟ فوتي على اللايف بتاع الأسبوع
اللي بيكون مكتوب عليه حساب الكتلة الجزيئية وكتلة الصيغة، الكتلة الأولية عفوا، شرحناها بالتفصيل، موجود بالتفصيل. سؤال 5 صفحة 37. سؤال 5 عم بيحكي لي برضو، حليناه يا شباب ويا صبايا. احسب كتلة أكسيد الحديد Fe2O3 الناتجة من تفاعل 9.12 جرام من كبريتات الحديد، علما بأن المعادلة التالية موزونة. أعطاني كتلة أكسيد الحديد، إذا المادة المعلومة هي Fe2O3 هي صورته، أما المادة المتفاعلة المجهولة، عفوا هي المجهولة الـ Fe2O3، أما المعلومة فهي الـ FeSO4، أعطاني كتلتها. هلا إحنا حكينا علاقتنا الأساسية في المعادلات الكيميائية عدد المولات، ما بقدر أنا أشتغل على كيفي وأجي أحكي والله بدي أشتغل على الكتلة، لا، لازم أشتغل على عدد المولات، فبحول الكتلة لعدد مولات. بعد هيك طبعا كيف بحول الكتلة لعدد مولات؟ كتلة على كتلة مولية، وأنت هون مطلوب منك تحسب الكتلة المولية. هون باجي بشتغل على إني أطلع عدد المولات، أطلع نسبة مولية وأكمل حل. الحل كامل موجود باللايف. يس يا سندس، أعطيتكم طريقة للحل. شو في عندكم كمان أسئلة أمشي لكم عليها على السريع؟ رغد، شو سؤالك؟ اي هيام، المردود المئوي هو عبارة عن الناتج، هي هذا القانون، احفظوا القانون بس فيه مع التعريف. المردود الفعلي يعني الناتج اللي طلع معاك فعليا بالمختبر على المردود المتوقع نظريا لما انت حليتي اذا طلع معاك ضرب 100%. سؤال 8 نفس الفكرة يا أيسر، بس توازن المعادلة بتبلش الموضوع حسابات مول لمول، كتلة لكتلة مولية. الفكرة بس يا هيام إنه في سؤال 8 يا أيسر تكون معادلتك صحيحة، إذا وازنت غلط ما رح يطلع حلك صح. فالفكرة في إنك توازن. هلأ عشان تكون بالصورة، أغلب المعلمين والمعلمات بهذا الجزء من الكتاب تبعكم بيجيبوا المعادلات موزونة وجاهزة. ليه؟ لأنه إذا غلطت بالموازنة حلك كلياته رح يطلع غلط. فإحنا رأفة فيكم ورأفة بحالنا بالتصحيح، خلص بجيب لك المعادلة موزونة وجاهزة، أنت بس اشتغل الحسابات بين كتلة لكتلة، كتلة لكتلة مولية، عدد مولات، مول لمول وإلى آخره. رغد، بيكون في اشي غلط طالما انك جبت بالشهر الاول 20 من 20، راجعي المس، خليها يعني هي تحكي لك شو الخلل، وين المشكلة كانت. يعني خليها المس توضح لك شو الفكرة. يعني ممكن انا بتوقع مني علي يعني قلة التركيز، ممكن تكوني توترتي بالامتحان، خفتي، ممكن تكوني عدتي وزدتي المادة كثير لدرجة انك لما جيتي بدك تحلي نسيتي. في كثير عوامل ممكن تسبب هاي المشاكل، انه انا اكون دارس ممتاز واروح اورط بالامتحان وانسى كيف بدي اجيب علامة منيحة. اه
بس هذا أهم سؤال يا رغد، أهم سؤال أسئلة الحسابات. السؤال الرابع هون، استنتج الصيغة، هذا نفس السؤال أتحقق اللي شرحته قبل شوي. استنتج الصيغة الجزيئية لمركب صيغته الأولية CH2 وكتلة المولية 28 جرام. CH2 بطلع له كتلة مولية، بقسم أو بكتب القانون عدد الذرات الفعلي بالضبط أحسنتي، يساوي عدد الذرات في الصيغة الأولية ضرب النسبة تبعت الكتل على بعضهم. شو عاشر؟ وين رحتوا؟ أين أنتم؟ طيب أوكي، بما إن الكل عليه امتحانات بكرة فخلينا نوقف لهون اليوم، والأسبوع الجاي بنرتب أمور محاضرتنا عشان نشوف متى ممكن يناسب الأغلب كونه عم تعترضوا على الوقت، فخليها للأسبوع الجاي. ماشي أستاذ ياسين هيام، ماشي. نلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله 10، موفقين بامتحاناتكم ونراكم على خير. أنا حاسة حالي بحكي مع حالي بس أوكي، يعطيكم العافية. ممتاز إنك معي، ممتاز، يعطيكم العافية جميعا، نراكم الأسبوع القادم.